الاستوديو الاستاذ سليمان جوده الكاتب الصحفي الكبير. اهلا وسهلا بحضرتك معانا، منورنا في تغطيتنا. اشكرك استاذ انجل. شايف ازاي النهارده المشهد الانتخابي في تاني يوم في المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب المصري 2015، كيف تقراه؟ والله هو مختلف طبعا عن المشهد في المرحلة الأولى، لأنه لما تقارن اليومين المرحلة الثانية بيومين المرحلة الأولى تجد أن هناك مثلا على مستوى الخارج الوضع بالنسبة على الأقل بالنسبة للتصويت أفضل درجتين أو ثلاثة عما كان عليه في المرحلة الأولى. في الداخل هناك شيء إيجابي، وهو أنه الإقبال الناخب أحسن درجة، أو يعني شيء مختلف على الأقل عما كان في المرحلة الأولى. ولكن الشيء إذا كان ده الشيء الإيجابي، الشيء السلبي اللي هو في مواجهته هو ازدياد سطوة المال في العملية الانتخابية، وده يعني كنا ولا نزال على اعتبار ان في جوله اعاده في المرحله الثانيه نرجو ان اللجنه العليا للانتخابات باعتبارها الجهه المنوط بها هذا الامر ان يكون لها موقف من هذا الموضوع، لانه لما تطلع جريده الاخبار وهي جريده الدوله ومنشط بتاعها بيقول شراء الاصوات عيني عينك، يبقى ده مش يعني مش جورنان معارض عشان تقول ده بيبالغ في الموضوع، او انما ده جورنان الدوله بيقول كده وفي المنشط مش خبر صغير. ف يعني معنى كده انه الموضوع وصل الى حد لا يمكن السكوت عليه او تجاهله، وده كنت بعتبره بلاغ من جريده الاخبار الى اللجنه العليا للانتخابات حتى تتخذ ما يجب عليها ان تتخذه. ف ولم يكن هناك اي رد فعل؟ حتى الان ما مش يعني اللجنه العليا تلقت حاجات ومخالفات وبتاع، لكن فيما يخص موضوع شراء الاصوات ده هو المشكله انهم بيقولوا ان احنا ما عندناش دلائل ان احنا نثبت الموضوع ده، يعني انه ممكن تكون حاجات كيديه مرشح بيعملها لمرشح اخر ويدي مثلا فلوس باسم مرشح اخر علشان يتشطب. لا يعني كل ده كيديه؟ لا طبعا مش كيديه ولا حاجه، عارفين ان الاصوات بتشترى، بس هو طبعا واضح انه اثبات الوقائع، هل سهل اثبات الوقائع؟ المساله من حيث اثباتها بالدليل واضح انه اللي بيرتكب هذه الجريمه ما بيرتكبهاش كده عبثا، بيبقى عارف بيعمل ايه وعارف كيف يمكن ان ينجو منها. اصل الموضوع بصراحه انتشر وتوهم بشده، ولكن حتى الان لا يوجد رد فعل مقنع يواكب هذا الانتشار والتدخل. لا يعني مثلا في صوره النهارده مشهوره لحد بيدي حد يعني ناخب بياخد مندوب احد المرشحين بيدي ناخب فلوس، ومتصورين الاثنين وفي حاجه على عينيهم كده، ودي منشوره في الجرايد النهارده. لكن هل تخذ اجراء يعني تجاه الشخصين دول على الاقل؟ يعني ادي اذا كنا بنتكلم عن دليل ادي الدليل، اذا ادي واقعه وادي فيها الدليل صوره متصورة وفيها الفلوس وفيها الأشخاص ملامحهم باين. لكن في كل الأحوال يعني المشهد يعني لا يمكن طبعا قراءة المشهد بالنسبة للداخل إلا بعد جولة الإعادة، لأن احنا كما نذكر في جولة في المرحلة الأولى اللي فازوا فيها كلها في من الجولة الأولى 4 نواب والباقي كله عاد. فمن الممكن جدا ان ده يتكرر في المرحله الثانيه، وان كل اللي تحصل تصفيات النهارده وبكره، ولما العليا للانتخابات تعلن النتيجه تجد ان هي بتحيلك الى مرحله الى جوله اخرى من المرحله الثانيه فيها اعاده في كل الدوائر. ف ودي هتبقى بقى الجوله او الجوله اللي فيها صراع شديد جدا، لان يعني هل نتوقع انه جوله الاعاده هيبقى فيها صراع اكبر من الصراع اللي شهدته بكتير طبعا اليومين اللي فاتوا؟ بكتير، لانه كنت هنا في 10 بيلعبوا في دايره، هناك في 2 بيلعبوا في دايره، واحد لازم ينجح والثاني يسقط مثلا. فيبقى بقى زي ما بيقولوا يا قاتل يا مقتول، فلازم يعني بيفعل كل ما في امكانه لكي يفوز، ومنافسه يفعل نفس الشيء، ولكن بقى أن تتصوري شكل الحلبة أو الدائرة يبقى إزاي؟ توقع جولة إعادة شديدة السخونة، يعني في المرحلة الأولى كانت جولة الإعادة هادئة ما كناش حاسين أساسا بيها الأولى. في المرحلة طبعا الأولى، لأنه
يعني في يعني اسباب كتيره، حكايه اللي تتقال على حكايه عزوف الناخبين او عدم اقبالهم على الصناديق، لكن ما كانش بالقوه والحراره والسخونه اللي موجوده اللي وجدت بشكل ما في المرحله الثانيه في جولتها هل الاولى. هل طبيعه محافظات المرحله الثانيه؟ يعني هل حضرتك شايف انه اتسمت المرحله الثانيه بسخونه اكتر من المرحله الاولى لطبيعه المحافظات اللي بتجرى فيها انتخابات المرحله الثانيه ولا الايه؟ والله لا، يعني مش انا برضه مش مقتنع قوي بحكايه انه يقول لك انه في المرحله الاولى كانت اغلب محافظات الصعيد وبعض المحافظات في غير الصعيد، لكن هو ايه السبب اللي يخلي المواطن في الصعيد ما يروحش ويخلي المواطن في وجه بحري يروح؟ يعني السببين متوفرين عند الناخب في الحالتين، وانما هي المساله انك انت الذين لم يحصلوا على فرصه في المرحله الاولى على مستوى الاحزاب يعني يريدوا ان يعوضوا ما فات، وبالتالي بقى فيه هناك حركة أكبر، سخونة أكثر، في رغبة في تحقيق فوز أعلى. في كمان أنت كان عندك 3 أحزاب حققوا 1 2 3 3 مراكز الأولى، كل الأولاني عايز يبقى في مكانه ويزيد، ونمرة 2 عايز يبقى نمرة 1، ونمرة 3 عايز يبقى نمرة 1 أو نمرة 2. يعني الأحزاب هي المسؤولة عن سخونة هذه الجولة أكثر من المستقلين بكثير. انا اعتقد ان فيها من الاحزاب، لانه ترتيب الاحزاب وخصوصا الثلاثه الاوائل في المرحله الاولى ليس من الضروري ان يظل كما هو في المرحله الثانيه، من الممكن جدا ان يعاد ترتيب الثلاثه الاوائل الاحزاب، وان تفاجئ بان 2 بقى 1 او 3 بقى 1 او 2 رجع ل3. يعني هل في مؤشرات عند حضرتك؟ يعني المؤشرات هي احنا عارفين ما هتبقى مؤشرات مش دقيقه 100%، بس المؤشرات الاوليه ممكن تقول ايه؟ ممكن نقرا ايه من المشهد اللي حصل النهارده وامبارح؟ من المؤشرات على مستوى القوائم حاجه، وعلى مستوى الاحزاب حاجه تانية، والمؤشر بيقول انه زي يعني هذا الرصد اللي رصد واللي احنا بدانا به الكلام عن شراء الاصوات انه بيعتبره الملمح الاساسي، يبين لك انه هو شراء الاصوات ده ليه؟ عشان كل واحد عايز يدعم مركزه اللي حصل عليه في المرحله الاولى كاحزاب يعني، ويصعد الى درجه اعلى مما كان عليه. فالمؤشرات هو انه ال3 احزاب الاولى هي في اعتقادي سوف تظل هي برضو الثلاثه الاولى في المرحله الثانيه، لكن ترتيبها بقى ممكن جدا يختلف، بحيث ان تجدي انه نمره 3 يصعد ل2 او 2 يبقى 1، وهو ده اللي خلى أعطى المرحلة الثانية وسوف يعطيها في جولة الإعادة هذه الحرارة، هذه السخونة، هذا الصراع، هذا التنافس الأقوى مما كان عليه بكتير في المرحلة الأولى. طيب صراع وسخونة وتنافس أقوى بكتير من المرحلة الأولى، ويعني طيب وطلعت وعرفنا مين اللي هيبقوا فعلا نواب، هل السخونة دي هنشوفها بقى في جلسات مجلس النواب القادم؟ هل هنشوف مجلس نواب قادم يعني يناقش ملفات حاسمة وقضايا محل توقف الكثيرين في المشهد السياسي المصري الآن؟ والله ده برضه هتقف على طبيعة التحالفات اللي هتحصل، لأنك أنت يعني بالشكل اللي قدامك ده وحتى تقدري تتوقعي أنه ليس هناك حزب قادر على أن يحوز أغلبية، يعني ياخد أكثر من 50% من الأصوات، وبالتالي هيبقى لوحده ما يقدرش يعمل حاجة، ولابد أن يتحالف أو يتألف مع غيره. فهل مين هيقدر يتألف مع مين؟ لأنه حتى لما تقري كده ما بين الفترة اللي كانت بين المرحلتين الأولى والثانية كان هناك كلام كثير عن تآلفات وتحالفات من الممكن أن تحدث من أجل تشكيل حكومة، مش من أجل كمان حتى اللعب جوه البرلمان، وده وكأنه هؤلاء يعني من الآن يعني أرادوا أن يقولوا أنه حكومة شريف إسماعيل لا يجب أن تكمل الطريق بعد الانتخابات. فإذا كان حزبين أو 3 قادرين يعملوا، وده على فكرة هيبقى برضو مرتبط بأنه لما ممكن يبقى في خطوة سابقة على الحكاية دي، أنه لما الحكومة تتقدم ببرنامج الحكومة الحالية يرفضوه، فيبقى الرئيس مضطر إلى أن يعود إليهم هم عشان يعملوا حكومة. فأنا أعتقد أن الشغل كله هيبقى في الحتة دي، حتة برنامج الحكومة، وأنه إذا تقدم، وهي طبعا عندما تتقدم ببرنامجها اللي هي شغالة عليه الآن
يرفض. وفي هذه الحالة يبقى ليس أمامك إلا أن تشكلي حكومة جديدة. من مين؟ من الذين رفضوا البرنامج. طب هل حضرتك تتوقع أنه يكون مجلس النواب القادم بلا معارضة حقيقية؟ أنا أعتقد لن تكون في المعارضة التي نرجوها أو يرجوها الناس اللي قاموا بثورة 30 يونيو 2013. يعني إزاي؟ لأنه يعني من الأول كده وفي هناك يعني رغبة خفية أولي أو أيا كان الاسم في أن يكون هذا البرلمان برلمان في غالبيته برلمان داء مؤيد يعني. وإذا كان فيه معارضة يبقى حاجات متناثرة ليست هي المعارضة التي تشكل جبهة تستطيع أن تحرج الحكومة أو تحرج الدولة. ممكن تبقى المعارضة في شكل أشخاص، شخص يطلع يعارض لا تأثير زي ما يبقى في جبهة من 20 30 40 60 نائب. لا، فالشكل اللي هو من قبل أن تبدأ الانتخابات ثم مع بدئها وقرب انتهائها هناك ملامح ومعالم بتقول لك انك انت هتبقى قدام برلمان ليس هو البرلمان القادر على ان يمارس مهمة البرلمان كما يفهمها البرلمانيون او يفهمها اهل القانون او اهل السياسة، وهي قادر على ان يراقب اعمال الحكومة بجد. و يعني سيبك من حكاية التشريع، رقابة الحكومة تحديدا، القدرة على مواجهة الفساد كظاهرة، هل ده هيبقى؟ أنا أعتقد أنه قادر بس بدرجة يعني. كم في المية؟ درجة منخفضة. كم في المية؟ يعني قولي مثلا 20-30. 20%؟ يعني حتى يعني يعني ده اتمنى انه ده ما جابش يعني حتى 50%، انه ده يبقى ممكن طبعا تتطور فيما بعد، لكن ما هوش هو وهنشوف يعني. ما هو احنا يعني الايام بيننا كما يقال، وهنشوف كيف يمكن للبرلمان ان يقاوم الظاهره الابرز في هذا المجتمع، واللي هو الناس عماله برضو عماله تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليتها، مسؤوليه الظاهره كفساد في المجتمع، وهو يعني الرجل ماذا يفعل يعني في مسألة وصلت إلى حد أنه يعني أن يتقال لك أنه إذا توقف الفساد هتتوقف الحياة في البلد. إذا توقف الفساد هتتوقف الحياة؟ إزاي؟ أنه لأنه الفساد أصبح أسلوب في الشغل، أسلوب عمل يعني، لايف ستايل. تصور، هقول لك مثلا يعني تصور مثلا أنك أنت قررت تلزمي أصحاب التاكسيات بعداد، هيرفضوا فيعملوا اضراب. عدم وجود عداد في التاكسي ده فساد يعني، او السكوت عليه فساد. فما فيش في اي عاصمه في العالم تاكسي بيروح اخر مشوار يتخانق السواق مع الزبون اللي عندنا احنا. فاصبح ده راضي وده راضي والاثنين متراضين على انه هو كده. فلو المرور او الداخليه قررت ان هي تلزم كل واحد بانه يبقى فيه عداد وما يزيدش عنه قرش سعر، هيبقى هناك تحايل وهروب من الموضوع. معناه انه الفساد اصبح هو اللي ممشي الدنيا، لما تيجي تقضي عليه يوقف لك الحياه. ده مثال صغير ومبسط يعني للموضوع، انما عايز اقول برضو انه بشكل العام بقى انه البرلمان هنا مهمته الاعلى والاكبر هي قدرته على ان يتصدى لهذه الظاهره قدر الامكان. ما حدش قال انه هيقضي عليها بكره او بعد، انما قدر الامكان انه يقدر يواجه هذه الظاهره ويراقب. انت عندك من 2012 ما فيش برلمان يعني، من 13 14 15 عندك 3 سنوات لا رقابه على انفاق مال عام، اللهم الا رقابه الاجهزه المختصه، لكن مش ده لا يكفي. في هناك في الدنيا كلها برلمان له وظيفه مهمه جدا هي الرقابه على اعمال الحكومه والرقابه على انفاق المال العام وفين بيروح. طب